نجزو عبد الرحمن رئيس الغرفة الفلاحية لولاية جانت. شاركنا اليوم في الطبعة الثانية للصالون الدولي تمور بالجزائر العاصمة بأربعة منتجين في ولاية جانت: مزرعة إكستريم سيد، مزرعة جار دانت، جمعية تانغيمان لتمور، وكذلك مزرعة بريهمات. هادو كلهم منتجين لتمور في ولاية جانت. اليوم شاركنا أولا باش نبينوا الإنتاج المحلي لولايتنا اللي فيها أكثر من 71 صنف من التمور، ولكن شاركنا بالنوعيات الأكثر رواجا ومنتجات معروفة على المستوى الوطني كالدقلة والغرس. وكذلك جمعية تانغيمان شاركت بنوعية تانغيمان المعروفة. هذه النوعية نتاع التمور موجودة على مستوى الوطني، غير موجودة على مستوى الوطني إلا في ولاية جانت فقط موجودة هذه المادة نتاع التمور. وكذلك منتوجات تحويلية للتمور على غرار دبس التمر، الروب، مسحوق التمر، تيكادورين، هذه مادة مخدومة تقليدية تصنع من التمور، وكذلك مسحوق التمر وشيكولا التمر. فيما يتعلق بالتصدير، نحن نتعامل مع تجار المقايضة. تجار المقايضة عندنا نوعية نتاع تمور تصدر عن طريق المقايضة إلى دولة النيجر الشقيقة، تمور الجافة على غرار الدقلة البيضاء والدقلة الحمراء. ولكن اليوم المشكل اللي راه يعانوا منه أكثر المنتجين هو غلق الحدود بين هذه الدول، وتجارة المقايضة متوقفة مؤقتا. هذا ما ينجر طبعا ما يؤثر سلبا على الفلاح، لأنه في حتى منتوج السنة الفارطة ما زال موجود على مستوى مخازنهم. واليوم هذا المشكل اللي خايفين احنا نطيحوا فيه مرة أخرى هذا العام، أنه هذه المادة تقعد كما العام اللي فات ما تخرج للخارج. المعرض أولا حاجة مليحة، هذه أول مرة نحن كمنتجين، ليس كغرفة ولائية، كغرفة ولائية ثاني مرة، ولكن كمنتجين لأول مرة يشاركوا بقوة في هذا المعرض، ويعني باش يعرفوا المنتوج نتاعهم ويديروا ثاني لا كونيسونس بين هذو الناس اللي راهي تصدر للخارج. اليوم جاونا حتى سفراء، اليوم نحن طبعا تشرفنا باستقبال سفير من دولة النيجر وسفير من دولة نيجيريا والبنين وكذلك فنزويلا. أين أعجبوا حقا بمنتوجات ولاية جانت، بتمور ولاية جانت. سفير فنزويلا مثلا قال انا لم اكن اتوقع انه في هذه المنتجات في الجزائر وفي الجنوب الجزائري خاصه مدينه جانت. احنا تقريبا انواع التمور اللي شاركنا فيها بهم اليوم هي الدقله الجافه والغرس وتنغيمان وتنتكوس. هادو تمور تنغيمان وتنتكوس تمور محليه موجوده غير في ولايه جانت، شاركنا بهم اليوم في هذا المعرض. والمنتوجات التحويلية كما قلت لك، كما روب التمر ومسحوق التمر ومعجون التمر كذلك. بارك الله فيك. زيد ديري نتاع الشركة وحدك؟ لا على بها كنت نقول لك مانيش نزيد وحده، بصح نبثو من بعد ان شاء الله. بهاء دير لي تاع الغرفة كامل، راح نزيد نصور واحد تاع الشركة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.